السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. بالأمس القريب من أسبوع تقريبا كانت جماهير النادي الأهلي بتحتفي بوليد سليمان بمناسبة اعتزاله كرة القدم، وكانت بتشكر وليد سليمان وبيتغنوا بوليد سليمان سواء لعيبة أو صحفيين أو جمهور من النادي الأهلي. لكن البعض من جماهير نادي الزمالك لم يعجبه الاحتفال بوليد سليمان والشكر للحاوي وليد سليمان، وبدأ البعض يتجاوز في حق وليد سليمان ويقول لك خلي وليد سليمان خلاص بقى أسطورة وليد ما تمرش الأيام. ولو ان انا ما بحبش اتجاوز، وكنت رافض فكره انهم يتجاوزوا في حق واحد خلاص بينهي، بدل ما نقول له شكرا، ما انتش قادر تقول له شكرا او صعبان عليك تقول له شكرا فاسكت يعني. حازم امام، بس حازم امام عبده ان هو مش هيعتزل، فعشان كده انا هتكلم يعني. حازم امام فعنده عروض من البنك الاهلي والاسماعيلي، وعنده انديه جاي له عروض يكمل فيها، هيبص للعرض المالي الاكبر يعني. فاعلام نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك بيتغنوا بحازم امام، حتى ميدو بيتغنى بدور حازم امام القيادي في وقت من الاوقات وهو موجود في نادي الزمالك، وقال ان نادي الزمالك وجه الشكر لحازم امام وكان مثال. بيقول لك يعني ميدو بيقول على، انا مش عايز اقول على ميدو، ميدو بيقول على حازم امام مثال يحتذى به. حازم امام اتخانق اكتر من مره مع فرجاني ساسي ويا ما سمعنا. حازم امام كان عامل مشاكل في وجود الله يرحمه الكابتن احمد رفعت. حازم امام مسك السكينه وعور الاخ باسم مرسي، فهو مثال يحتذى به. في ايه يا كابتن ميدو؟ قول لنا بقى. انا عديت ازماته ومثال. على الجانب الاخر وليد سليمان لم، انا ما ينفعش انا ما بقارنش طبعا وليد بحازم يعني، واكتر من مره نزل واتخانق. فاكرين لما رمضان وقف على الكوره هو اللي كان قاعد بره على الدكه ونزل يتخانق؟ مثال يحتذى في ايه بالظبط يا ميدو؟ فيجي واحد يقول لك وليد سليمان، وليد سليمان لا عمره سمعنا عامل مشكله ولا اتخانق ولا ولا ولا، لكن هنا زي ما بيقول لك هنا اسطوره حازم امام ومثال يحتذى به. وليد سليمان هنا بيتهاجم، ولا الاعلام يعني الاعلام ما ادالوش حق ولا لم يتغنى به مثلما تغنى بحازم امام. وتاني وتالت بيقارنوا، تاني بقول اهو بيقارنوا موقف رمضان صبحي بزيزو. اي واحد عاقل يقارن رمضان صبحي يقول لك اصل زيزو اشترى الزمالك ورمضان صبحي باع النادي الاهلي. هذا كلام كذب كذب. ميدو لم يشتري نادي الزمالك، ميدو اشترى الزياده. راجل كان بياخد 12 13 بقى ياخد 40 غير تاني مكافآت. لو خد دوري ابطال 10 مليون، لو خد هداف الدوري ياخد كام مليون، لو خد الدوري مع الزمالك ياخد 5 مليون. وقعد في بيته وسط عياله وسط ابوه وامه وفي بيته بدل ما يسافر، يعني تزاد ثلاث اضعاف. رمضان قال لك انا هاخد قرشين، جاي لي عرض بفكر فيه، نادي الاهلي ما زودوش مليم فوق الاتفاق، عاوز تمشي اتكل على الله. طب رمضان طب زيزو، عشان يكون المقارنه في حلها اللي بيدي دروس للانتماء، لما كنتش عليت عقد زيزو كان عيد زيزو هيقعد لك؟ يبقى زيزو اشترى ايه؟ الجرشينات يا عمنا. يعني يقول لك الاهلاويز عليه عشان زيزو ضرب مثال في الانتماء. يا اخي والله ضرب مثال في الانتماء، برافو عليك. لو انت مصدق انت حر يا، انت راجل طيب فصدق يعني. بالنسبه لاسلام جابر، هو على ما يبدو كده ان اللي بيقرب من نادي الزمالك وبيقول لهم انا موافق على ان انا اكمل والتجديد، فبيقولوا بيبيعوه يعني، اللي بتشتريه بيبيعك. فحازم اشتراهم ومضى، هو الوحيد اللي وقع في الناس اللي عقودها انتهت وقالوا له بالسلامه. برضه امبارح او اول امبارح كان بيتكلم اسلام جابر يقول لك الاهلي لو عرض عليا ان انا انتقل للنادي الاهلي مستحيل، ازاي بعد ما جربت وجماهير الزمالك تهتف باسمك تروح لنادي تاني؟ بعض الانباء بتتردد ان فيريرا مش عايز اسلام جابر، وربما يخرج اسلام جابر للاعاره الى نادي اخر. يعني النهارده الناس اللي بتحب تتابع عوده دوري ابطال اوروبا من جديد، مباريات كلها ممتعه، تشيلسي وكلها طبعا في مباراه هتكون الساعه 7 الا ربع بتوقيت القاهره، تشيلسي ودينامو زغرب وباريس سان جيرمان ويوفنتوس الساعه 9 وريال مدريد وسيلتيك الساعه 9 واشبيليه ومانشستر سيتي ايضا الساعه 9 بتوقيت القاهره. فكر في مباراه باريس سان جيرمان ويوفنتوس، هي المباراه
الاقوى، لكن برضو مش عاوز افوت مانشستر سيتي وصعبان عليا ريال مدريد. مباريات كلها رائعه. يعني اصبح حال جماهير نادي الزمالك في هذه الايام عندما يطل مرتضى منصور على الشاشات يرفع ايده ويدعي ويقول يا رب ما يشتمني بالام، يعني يا رب ما يشتمني بام، يعني على طول ما حتى امك قالت تعبانه، ده اللي احنا بنسمعه على طول. حتى كمان الزملكاويه اللي بيقولوا رئيس نادي الزمالك وما بيذكروش اسم مرتضى منصور، مرتضى منصور لازم يهاجمهم، يقول لك هو نادي الزمالك ده رئيس نادي الزمالك ملوش اسم، حات امك قالها كده. قال لك بعض الصفحات الزملكاويه بيكتبوا انهم بيشكروا رئيس نادي الزمالك، لا وحياه مامتك انا اسم المستشار مرتضى منصور، ها، وبيقولوا هيدعموني طول ما انا ماشي كويس. نعم يا حبيبي، نعم وحياه مامتك، انا مش شايفكم اصلا، ها، انا انت مستكتر يا هلا، انت مستكتر تكتب اسم رئيس نادي الزمالك رئيس ناديك، انت مش زملكاوي، انت قبضاوي كده. الناس فهمت ايه اللي ممكن يخلي مرتضى منصور يستفز، حاجتين، ان انت تشكر في الخطيب، والحاجه الثانيه ان انت تقول المستشار او رئيس نادي الزمالك دون ان تذكر اسم مرتضى، والحاجه الثالثه انك تشكر كل الناس في الزمالك وما تشكرش مرتضى منصور. فبيكمل برضه بما يخص الخطيب، بيقول لك الحاجه الحاله الثانيه انا كلمت فيها، قال لك جات لي شتايم وتهديدات على تليفوني ورسائل، وقالوا لي يعيش الاسطوره محمود الخطيب، وانا بقول للي بعت الرسائل مش هتخليني اشتمه، الخطيب اسطوره واحسن لاعب في تاريخ مصر، انت مالك بقى؟ طب وتشتمه ليه؟ واحد بيقول الخطيب اسطوره، زي بالظبط الاتقياء، انت خدتها على نفسك ليه؟ فهنا يعني الموضوع بقى سهل يا جماعه، اي حد عايز يضايق مرتضى منصور يقول رئيس نادي الزمالك، يشكر كل الناس ما عدا نادي الزمالك، يشكر في الكابتن محمود الخطيب. شوبير وضح عدد من الامور بخصوص المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، واتكلم احمد شوبير وقال لك ان النادي الاهلي تقريبا انهى كل شيء مع المدير الفني الجديد، طبعا ما ذكرش اسمه، لكن هو بيتكلم الاهلي اتفق على كل شيء، وربما المدير الفني الجديد للنادي الاهلي يلحق بمعسكر النادي الاهلي في هولندا. المعسكر اللي هيتعمل في هولندا هيلعب خلال مباريتين، هيبتدي من 18 ل 28، او ان ممكن يلحق تدريبتين هنا قبل السفر الى هولندا يعني. وبخصوص الجهاز المعاول المدير الفني كابتن سيد عبد الحفيظ مكمل كمدير للكرة، الكابتن سامي قمصان مدرب مساعد مع المدير الفني الأجنبي، وعودة مدرب الحراس ميتشيل يانكون مرة أخرى للفريق الأول، كان طبعا ماسك مدرب الحراس قطاعات الناشئين، فهو حاليا ميتشيل يانكون هيرجع تاني مدرب الحراس مع الفريق الأول. واتكلم كابتن شوبير وقال إن بالنسبة لحراسة المرمى، إن محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك السابق عرض نفسه على النادي الأهلي، لكن النادي الأهلي شكره وتم رفضه. بعض الكلام كان النادي الأهلي عايز حارس مرمى، لكن الكابتن محمود الخطيب أو قال إن أحد أعضاء لجنة التخطيط طالب بضم حارس مرمى، وفعلا تم التفاوض مع محمد صبحي. طبعا في قصة محمد صبحي وغلق باب القيد مع فاركو، فكل شيء اتوقف يعني. قال لك لكن الكابتن محمود الخطيب اعترض وبشدة وقال أنا عندنا ثلاث حراس على أعلى مستوى، يعني عندنا حارس مصر وإفريقيا الأول محمد الشناوي، عندنا اللاعب أو الحارس مصطفى شوبير وعلي لطفي، فتم غلق قصة التفاوض مع حارس مرمى للنادي الأهلي. وبخصوص رمضان صبحي، أنا مش عارف إيه ادعي كابتن أحمد شوبير، يعني حتى الإعلام والإعلاميين كانوا فاضي من حوالي أسبوعين، فتحوا باب رمضان وكله أدلى بداله زي ما بيقولوا، يعني شبانة وحتحوت وابراهيم وسيف وشوبير، كل الناس اتكلموا، قال لك المفاوضات، وشوية الكابتن إكرامي قال لك أتمنى لكن مفيش وما أعرفش رأي رمضان إيه، وإحنا قلنا إن ده مستحيل مستحيل، والبعض اختلف، البعض قال لك ما يرجع وتربي ابنك وما تربيش ابنك وابنك ما تقطعش رقبة كلام، لكن الموضوع اتقفل خلاص يعني بقاله اسبوعين. ليه بقى الكابتن شوبير مش عارف ايه الداعي يعني؟ بيقول لك النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب قافل الباب نهائيا بالناحيه لعوده رمضان صبحي، حتى كان في احد المقربين من الكابتن محمود الخطيب حاول يقنعه بعوده رمضان صبحي، لكن الكابتن محمود الخطيب لم يرد نهائيا ولم يفكر في هذا
الامر بتاتا، الموضوع مقفول يعني. بالنسبه لقصه النادي المصري كامل ابو علي زي ما قلت، وقصه اللي اعلنها مرتضى قلتها في فيديو سابق، ايضا في بعض الانباء بتتكلم عن حسام حسن. عندك مجموعه من اللاعبين يعني حسام حسن رافض يطلع اعاره وعايز يكمل مع النادي الاهلي، عايز يثبت نفسه وعايز يقول ان انا ما فشلتش يعني. بالنسبه لصلاح محسن ده لا، صلاح محسن بقى هو عايز يخلع منك ببلاش، سيبك من هيثبت نفسه وهو رافض مبلط لك اصل يعني اعاره النادي الاهلي مش طالب. ما كل حاجه لازم تتم بموافقه اللاعب يعني. عاوز توديه؟ لا. عايز تبيعني؟ لا مش هتبيعني، عايز اكمل. ها طب مش عارف افسخ عقدي، قلت في تواصل بيني وبين بيراميدز يعني. ايضا حسام حسن لا عايز يكمل، حسام حسن عايز يكمل. بالنسبه لبيرستاو ايضا عايز يكمل ومصمم وهو عايز ياخد تجربته ويثبت للناس ان هو صفقه ناجحه يعني. لكن بعض الانباء بتضرب في بعض اللعيبه زي قصه كهربا وبيروج ليها ناس زي مرتضى منصور يعني، بيقول على لسان كامل ابو علي، وهذا كلام عالي تمام والصحه، وكهربا مكمل في النادي الاهلي. نفس القصه لحسام حسن، بعض الانباء اتكلمت برضه واقترابه من النادي المصري، وهنا بقى بيقول لك اللاعب مرحب وعاوز يروح علشان ياخد مقابل مادي كبير من النادي. هذا الكلام عاري تماما من الصحة. أتمنى ما ذكره مرتضى منصور على لسان كامل أبو علي كامل أبو علي يطلع ينفيه، لأن ده هيسبب أزمة وبيثير فتنة وتعصب أكتر ما هو موجود ما بين جماهير النادي الأهلي وبين جماهير النادي المصري. ولابد من المسؤولين أن يتدخلوا يعني ليوقفوا مرتضى منصور بقى. مش معقول كده، أنتوا عايزين ما إيه مجزرة تاني بورسعيد؟ ها؟ احنا بعيد، لا عايزين من ناخد الجمهور الاهلي، بنقول بورسعيد اخواتنا وحبايبنا، لكن خلي النادي ينبو عاد، لا تاخد مني حاجه ولا اخد منك حاجه يعني، انا مش عايز منك حاجه. وبالتالي انت مش كل واحد شويه، انا عارف ان الكلام ده ممكن ما يكونش حصل، لكن اطلع انفي، اطلع انفي، سكوتك بياكد الكلام. وخصوصا نص الشرع من واحد صلى، واحد ده رئيس نادي وبيتكلم، انت كلمته واتفقته وخلصته. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله.